وزير الخارجية الجزائري شدد على أن الوقت قد حان لكي تقف المجموعة الدولية وقفة حازمة من أجل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كحل عادل ودائم ونهائي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي. لقد آن الأوان لأن تقف المجموعة الدولية وقفة حازمة على مسؤولياتها التاريخية تجاه الشعب الفلسطيني لترفع المظالم والمآسي المسلطة عليه، ولتكرس وعودها وعهودها تجاهه، ولتعمل من أجل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والسيادة كمأتى ومآل أي عملية سلام، وكحل عادل ودائم ونهائي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وكرافد من الروافد الأساسية لاستتباب السلم والأمن والأمان في سائر الشرق الأوسط.